اليوم لبينا الدعوه ديال مجلس مقاطعه سيد البرنوسي بحضور هذا اللقاء التشاوري مع السيده العمده المحترمه عمده مدينه الدار البيضاء حيث كان الشرف اننا نوقفوا يعني على المجهودات ديال المجلس مقاطعه سيد البرنوسي وعلى المشاريع الهيكليه والبنيويه الكبيره اللي كيطمح انه يحققها بالدعم ان شاء الله ديال السيده العمده ويعني وما يعني اثارنا آه هو التفاعل ديال السيده العمده مشكوره مع المشاريع البنيويه اللي حطوها اعضاء مجلس مقاطعه سيد البرنوصي بروح يعني ديال ولاد البرنوصي بروح ديال الساكنه مشاريع كتمشي في الطموحات ديالنا كفاعلين جمعويين وكساكنه سيد البرنوصي وما يتسالونا الا التنويه ويعني والاشاده بالدور الكبير ديالهم وحقيقه فالناس اللي ما كتعرفش السياسيين خصها يعني تحتك بهم وخصها انها يعني تعرفوا مع القرب لانهم ناس كيدافعوا على المصلحه العامه وناس اللي كي يعني من خلال المداخلات ديال الاعضاء المحترمين اعضاء المجلس الموقر فلمسنا ان الناس هازين الهم ديال الساكنه بحيث انهم يعني دواوا على كورنيش دواوا على المسالك الطرقيه على تمديد خط الترامواي يعني كل ما يخالج وتطلعات ديال ساكنه السيد البرنوسي شكرا لاعضاء مجلس الموقر على المجهودات ديالهم شكرا للسيده العمده اللي شرفت مقاطعه سيد البرنوسي